لا عبد الرحمن روح عند اهله. في السايب بالضبط القصه اللي فيه بيت جنبينا ثلاث ادوار جابوا تسريح بالهدف، فلما جابوا تسريح بالهدف فضلوا من نص رمضان بيهدوا يدوي، في الاخر راحوا جايبين الاوضه قعدوا يهدوا فيه. احنا كان يوم الاربعاء الصبح لقينا فيه زي في البيت بتاعنا احنا في شروخ بانت قوي يعني، فجبنا بقى الحمايه المدنيه، والحمايه المدنيه اتصلت بالحي والحي جه. المهم اخلوا لنا البيت، قال لك البيت بتاعنا والبيتين اللي حواليه والبيتين اللي قدامه يخلي ده كله، لان البيت ده خلاص قدامه ساعات ويقع. فعلا مفيش ساعه ولقينا نازل على البيتين اللي قدامنا، جاب البيتين اللي قدامنا كمان. شكرا يا بيت. كل ده مخبي، كل الشارع مخبي، مش من هنا بس، ورا كمان. لا ورا ده ورا ده، لا ورا وهنا كده كمان، كده كمان. كام بيت؟ ثلاث بيوت. مهندس استشاري، مكتب استشاري متطوع يشكر 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 يشكر. حضرتك مهندس استشاري، مكتب استشاري. لحظه، عايز افهم من حضرتك نقطه مهمه جدا. البيت ده اللي خد تصريح الهد يتبع هيئه او مؤسسه نقابه المهندسين. في حاله عدم، في الحاله اللي حصلت دي، ان قرارك يخش 950 معده معده بينزل لك بالظبط ورق ان ده يصل. انا كمان بديله ورق جهه يتابع. سريع. دلوقتي الوضع زي ما حضرتك شايف، هو تأثير الموضوع كله ان العقار رقم 39، العقار ده كان قايل للسقوط. العقار ده طبعا البيل مخالفة للقانون عن طريق الفاسدين في الحي، المهندس اللي اصدر تراخيص الهدد في الحي. الانسان ده هو المسؤول، المفروض ده هو ده اللي يجي ويتحاسب. الانسان ده المفروض ان هو اصدر قرار بناء عليه. بتطالبوا بايه دلوقتي؟ احنا بنطالب دلوقتي بحد من المسؤولين ينزل يعاين البيوت دي، يشوف يصلب البيوت دي، يعوض الناس بشقق، لان الناس دي كلها بايته في الشارع بقالها 3 ايام بدون اي حد مسؤول. كل مسؤول يطلع يقول لك احنا ادينا الناس شقق والناس شغالين وشركه المقاولين العرب شغاله وفي تصليب وفي ترميمات وفي الكلام ده كله على ارض الواقع غير 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 صحيح. وحضرتك دلوقتي بتصور كم منزل قايل السكوت؟ المنازل اللي قايله للصوت، اولا عندك العقار هنا، العقار رقم 40، عندك العقار هنا 35. العقار ده قايل للصوت، العقار ده لو وقع هيوقع البيت اللي قصاده والبيت اللي وراه. البيت اللي فيه تصدعات، حضرتك لو طلعت صورت في الشارع اللي ورا شارع علي عبد العال، حضرتك هتلاقي فيه تصدعات، والبيت ده لو وقع هيأثر على البيوت. يعني عندك ثلاث شوارع دلوقتي في حاله خطر. مش عارفين نطلعها عشان قايل السقوط. سايبنا بقالهم 4 ايام مش عايزين يعبرونا، ويجي النهارده المحافظ يقول انا بقيتكم في اللواء، يعتبر في حتت بعيده في الواحات. مين هيروح للواحات؟ مين هيتبهدل؟ شكرا. عايزه تقولي فين؟ نعم حضرتك، القعده دي قعدنا من يوم الاربعاء بالشكل دوت، حوالي 120 اسره مرمين هنا، مش حد جه من يوم الاربعاء الا النهارده. ابتدوا يجوا يدونا مسكنات ويمشوا، يجي يدونا مسكنات ويمشوا، ما بيدوش حلول. حضرتك دي ناس كبيره واسر وطفل واطفال وناس عاجزه وناس تعبانه، ناس مالهاش ان هي تعيش العيشه دي، وعاوزين بيت. ناس كانت عايشه معززه ومكرمه في بيوتها، ترموا الرميه دي في الاخر خالص يقول لك اكتوبر 500 جنيه 300 جنيه، عارفين؟ ناس بتيجي تديك مسكنات وتمشي، محدش لغايه دلوقتي بيجي يديك حل. شكرا جدا.